أهلا بكم. ما هو الدافع الأساس وراء سرقة مصفى عملاق مثل مصفى بيجي؟ مصفات يتم تفكيكها ونقلها أمام أنظار الحكومات المتعاقبة وأمام أنظار حكومات كردستان وأمام أنظار الجن والإنس وبلا رقيب ولا حسيب، إلى أن خرج علينا رئيس الحكومة الحالي محمد الشياع السوداني ليزف للعراقيين نصره المبين، حيث اكتشف أن هناك مواطنا غيورا قد اشترى أجزاء من المصفاة المراد تهريبها وأعادها إلى حضن الوطن في مشهد درامي مسرحي يذكر بالأفلام الهندية أيام الأسود والأبيض. القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد قال إن أحد فصائل ميليشيا الحشد هي من فككت وسرقت معدات مصفى بيجي وباعتها بمئة مليون دولار لتاجر كردي، وبينا أن هناك أجزاء ومعدات أخرى بيعت إلى أشخاص وجهات في إيران، مرجحا أن يكون الدافع الأساس من سرقة المصفى هو عرقلة إجراءات تشغيل المصفى لأطول فترة ممكنة لضمان استمرار استيراد الغاز واستيراد المشتقات النفطية من إيران، وبذلك يبقى العراق مستنزفا من إيران لأطول فترة ممكنة لتمول مشروعها النووي بروس العراقيين وبفلوس العراقيين. سيكون معي في الاستوديو السيد شاهو القرداغي الباحث في مركز رامان للبحوث والاستشارات. مرحبا بك أستاذ شاهو. مرحبا دكتور. وأرحب أيضا بالأستاذ فرات خورشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية ضيفي عبر سكايب. أستاذ فرات مرحبا بك. أهلا بك وأهلا بصديقي العزيز الأستاذ شاف. أهلا بكم ضيفي الكريمين. مشاهدين الكرام نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بعدها بالحوار، كونوا معنا. بعد سنوات من سرقته على يد الميليشيات تعود إلى الواجهة قضية سرقة معدات مصفى بيجي النفطي، حين أعلن رئيس الحكومة الحالية محمد الشياع السوداني استعادة جزء من المكائن والمضخات التي نهبت وسط صمت الحكومة وإنكار الميليشيات لأي صلة بالقضية. اكتفى السوداني بإعلان استعادة مواد المصفى المنهوبة بالتعاون مع مواطن غيور بحسب وصفه دون أي تفاصيل عن الجهة المتورطة بالسرقة، ليضع نفسه في موقف محرج أمام ضغوط شعبية متصاعدة تطالبه بالكشف عن هوية سارق معدات مصفى بيجي، رافضة الرواية التي قدمها بشأن هذا الملف. ويأتي هذا الإعلان في سياق الترويج للإنجازات الوهمية الزائفة للسودان كما حصل في قضية سرقة القرن. أصابع الاتهام في سرقة المصفى وتهريب معداته بهدف إيصالها إلى إيران عن طريق كردستان تشير إلى ميليشيا كتائب الإمام علي وميليشيا العصائب التي يعد زعيمها قيس الخزعلي أحد أبرز أطراف الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة الحالية. ومن هنا تأتي التغطية على الأطراف التي سرقت المصفى وعن الجهات المستفيدة من تلك العملية، إلا أن مصادر مطلعة أكدت على أن معدات مصفى بيجي النفطية تم نقلها عام 2015 إلى إيران بشكل كامل من قبل ميليشيات الحشد. القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد قال إن أحد فصائل ميليشيا الحشد هي من سرقت معدات مصفى بيجي وباعتها بمئة مليون دولار لتاجر كردي، مبيناً أن هناك أجزاء ومعدات أخرى بيعت إلى أشخاص وجهات في إيران، مرجحاً أن يكون الدافع الأساس وراء سرقة المصفى هو عرقلة إجراءات تشغيل المصفى لأطول فترة ممكنة لضمان استمرار استيراد الغاز والمشتقات النفطية من إيران. مسرحية سرقة مصفى بيجي وسرقة القرن وغيرها من عمليات الفساد الكبرى تشير إلى سيناريوهات يكتبها الاحتلالان الأمريكي والإيراني وتنفذها الميليشيات بأدوار مختلفة مدفوعة الأجور من خزينة العراق ودماء العراقيين. أبدأ معك أستاذ شاهو القرداغي، لماذا لم يدلي رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني بأي تفاصيل
عن من قام، من الجهة التي قامت بتفكيك وتغريب مصفات عملاقة كمصفى بيجي، يعني شاحنات على ما يقدر بمئة شاحنة عملاقة نقلت مكونات وأجزاء عملاقة ومهمة وكبيرة جدا يبلغ سعرها وتم تثمينها من قبل مختصين ب4 مليارات دولار، بيعت ب100 مليون دولار عبر جهات معينة. محمد الشيع السوداني رئيس الحكومة لم يذكر هذه الجهات ولا حتى الحكومات التي سبقته، يعني تتجرأ أن تذكر اسم هذه الجهات. تحياتي لك دكتور، وتحياتي للصديق العزيز الأستاذ فرات وللمشاهدين جميعا. حقا من حيث البداية وكما تفضلت في التقرير أهمية المصفى، يعني عندما ترى أن عبارة عن يعني منظومة أو منظومة صناعية كاملة أو يعني مكان كبير، معدات كبيرة، كيف من المعقول أن يتم نقل هذه المعدات وبصورة علنية وبشاحنات كبيرة وبهذه المسافة الطويلة إلى إيران تحت أنظار الأجهزة الأمنية أو الرسمية؟ أنا أتحدث يعني عن الحادثة، وقوع الحادثة. يعني طبعا دائما عندما المراقبون يتحدثون عن العراق، عراق الدولة واللا دولة، يعني دائما اللا دولة أو الميليشيات تقوم بارتكاب الكثير من الأفعال التي تعتبرها تجاوزا على القانون، أحيانا تدخل في صنف قوانين الإرهاب، أحيانا تدخل في صنف القوانين الغير مشروع الغير إنساني، ولكن لا يوجد قانون أو قضاء يستطيع أن يحاسب هذه الأفعال، سواء نظرنا إلى الأفعال الصغيرة كالاغتيالات والاختطاف والترهيب وتعذيب الناس، السجون السرية التي عندها الميليشيات، أو الحوادث مثل هذه الحادثة، سرقة هذه المعدات بصورة علنية واستغلالا لحالة الفوضى التي حدثت في العراق، والتي استفادت الميليشيات كثيرا من هذه الفوضى. يعني الفوضى التي دخل فيها العراق كان الفائدة الأكبر لهذه الميليشيات التي نجحت في شرعنة وجودها على أرض الواقع وتقوية نفسها ماديا. إحدى الوسائل التي كانت سببا لإثراء قادة الميليشيات والفصائل المسلحة هي هذه تفكيك هذه المعدات وبيعها والتخلص منها، وأيضا إضعاف العراق من خلالها. يعني هي حققت عدة أهداف من خلال هذه العملية. أولا هي استفادت ماديا، ثانيا أفادت إيران بأنها تبقي العراق في حالة احتياج دائمة، يعني في حالة احتياج دائمة للمشتقات النفطية، وبالتالي العراق لا يستطيع أن يتخذ قرارات مستقلة لأنه يحتاج إلى أنواع الطاقة من الجانب الإيراني. وبالتالي هذا الأمر يعني خلال الحكومات السابقة من يعني لا يمكن لحكومة حتى في ذلك الوقت، حتى في زمن الفوضى، لا يمكن أنها يعني تعرف أدق التفاصيل عن حركات المواطنين بينما تجهل هذه الحركة الغريبة لهذه الشاحنات. لماذا لم تحاسب؟ لماذا لم تتعقب الأمر؟ لماذا لم تهتم بمصفى كبير مهم واستراتيجي ولم تتخذ أي خطوات تجاه هذا التحرك أو هذا الذهاب؟ بلا شك يعني لا يوجد أي طرف في العراق دكتور خلال الفترة الماضية، كان هذه التجربة يعني رأيناها، لا يوجد أي طرف في العراق يستطيع أن يصرح ويتهم هذه الميليشيات للأسف، سواء القضاء، المؤسسات الأمنية، المؤسسات التنفيذية، الجميع يتجنب اتهام الميليشيات. طيب إذا كانت الحكومات المتعاقبة في بغداد، قبل أن أنتقل للأستاذ فرات يعني فقط في نقطة ساشاو، إذا كانت الحكومات المتعاقبة الحكومة تلو الأخرى لم تتخذ أي قرار بشأن وقف تفكيك وتهريب أجزاء عملاقة من مكونات مصفات بيجي، ولكن أين كانت حكومة كردستان؟ حكومة كردستان التي لا تستطيع النملة أن تدخل عبر حدودها إلا إذا إقامة وكفيل وإلى آخره. النملة كيف لي شاحنات عملاقة، 100 شاحنة عملاقة ومكونات هائلة ومعادن وبما يقدر ب4 مليارات دولار من ثروات العراق والعراقيين، تخرج هكذا عن طريق حدود كردستان بمسميات معينة بأدوات معينة؟ المهم
موقف حكومة كردستان أين؟ طبعا إلى الآن لا يوجد يعني موقف واضح تفسر الأمر أن كان هناك هذه المعدات. لماذا صامتة عن هذا؟ سواء اشتراها تاجر أو سواء تم الاحتفاظ بها بالإقليم سواء أو سيناريوهات أخرى، إلى الآن لم يقدم أي طرف رسمي تفسير منطقي أو تفسير رسمي أو علني للجمهور للمطالبين بأن يكون هناك تفسير يعني من قبل السلطات في إقليم كردستان لماذا تواجدت هذه المعدات هنا، يعني ما هي السبب، هل هناك تعاون بين هذه الفصائل وبين شخصيات داخل حكومة الإقليم. أنا يعني كما قلت دكتور أهمية هذا المصفى سابقا يعني لنا أن إعادة تشغيله أو إعادة العمل به سوف يقدم الكثير من الخدمات للعراق. لماذا تم عرقلة هذا الأمر إلى الآن؟ نعم يعني لماذا تم عرقلة هذا الأمر إلى الآن؟ نعم هذا سؤال مهم، اسمح لي أنتقل به للأستاذ فرات خورشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية ضيفي عبر سكايب. أستاذ فرات، العراق بإمكانه أن يصدر الغاز ويصدر المشتقات النفطية إلى الشرق الأوسط كله، إلى جميع الدول العربية. العراق يكفي بنفطه العالم كله، ولكن إلى الآن ومنذ 20 سنة بعد الاحتلال العراق يستجدي الغاز ويستجدي النفط من إيران، بل إن الحكومة السابقة في العراق تحدثت حكومة الكاظمي أن العراق سوف يقوم بتزويد إيران بالأموال اللازمة لبناء ما يتطلب داخل إيران من محطات وقواعد معينة لكي بعدها يستورد منها النفط والغاز. لهذه الدرجة وصلت الذلة بالحكومات المتعاقبة أن تبيع ثروات العراق والعراقيين وتبيع مصفى عملاقة كمصفى بيجي؟ بداية تحية لك ولقناتكم الموقرة وكادرها وللأستاذ شاهد قرداوي. طبعا هي الذلة والعمالة لا حدود لها، ممكن أن تأخذ الشخص إلى أبعد ما يتصور العقل الواعي لأي إنسان مثقف أو إنسان غيور على وطنه وثرواته. مشكلة الغنى والفقر للبلدان لا تكمن فقط بوجود الثروات وإنما بإدارتها، مثل ما يحصل في أفريقيا مثلا. أفريقيا تمتلك الكثير من الثروات ولكنها لا تحسن أو لا تمتلك الإرادة والسيادة لإدارة تلك الثروات. العراق كما تفضل جنابك يمتلك من الثروات ما يجعله من أغنى بلدان العالم، ولكن لا يوجد من يحسن إدارة هذه الثروات ومن يحرص عليها بوازع وطني وانتماء حقيقي حر. إنما حصل في مصفى بيجي جعلنا نتساءل كيف يمكن لحكومة أن تفرط إلى هذا الحد بثروات بلادها. الصناعة العراقية ومنها الصناعة النفطية كلها كانت أسس للاقتصاد العراقي، يتم ضرب الاقتصاد العراقي في أفضل نقاط القوة التي لديه حتى تصبح نقاط ضعف. مصفى بيجي حينما تفكك لم يتفكك فقط رغبة ببيع والحصول على أموال، وإنما بخطة تدميرية استراتيجية. تفكيك المصفى لا يمكن أن يتم على أيادي مسلحين، تفكيك المصفى يحتاج لمهندسين متخصصين ذوي خبرة يجيدون ويفهمون كيف يتم تفكيك هذه القطع وأي القطع هي الثمينة وأيها التي لا تهم ويمكن تركها في المكان. كل هذا حينما حصل تسترت حكومة العراق، لا أقول حكومة محمد الشياع السوداني بل كل الحكومات المتعاقبة كان هناك تستر كبير. نحن شاهدنا كثيرا على قناتكم الموقرة وكثير من القنوات الأخرى شكاوى ومعاناة سائقي الشاحنات العراقيين في نقاط التفتيش وكيف يقفون في طوابير لساعات وربما أيام ولا يمكن مرورهم إلا بعد دفع التاوات للسيارات من خلال تحميلهم لمواد غذائية أو أمور بسيطة. كيف عبرت هذه الشاحنات بهذه المواد التي لا يمكن تسميتها تجارية ولا يمكن تسميتها غذائية؟ كيف يمكن أن تدخل هذه البضاعة إلى دولة؟ حسب مصادر مطلعة أخبرني شخص بأن الاتفاق كان بين حكومة بغداد وإقليم كردستان على أن يتم الإعلان بطريقة غير التي تم الإعلان بها. كان الاتفاق أن يتم الإعلان عن العثور على هذه المواد مخبأة في مناطق في أطراف بيجي،
ولكن بعد أن قامت حكومة الإقليم بالسماح بإخراج هذه المعدات من الإقليم وإدخالها إلى بيجي، تنصلت الحكومة، أو نقول كالعادة غدرت ونكلت بهذا الاتفاق، حيث أعلنت بأن هذه المواد قد جاءت من إقليم كردستان، وبذلك وضعت حكومة الإقليم في موقف لا تحسد عليه، لا يستطيعون النفي ولا يستطيعون التأكيد ولا يمكن يكون تبرير. هذا الذي حصل حقيقة، وخذها مني أنا وأنا مسؤول عن كلامي، بأن الاتفاق كان على أن يتم طمطمة الموضوع بالعثور على المواد في مناطق صحراوية في أطراف بيجي، ولكن بعد دخول المواد غدرت حكومة بغداد كالعادة في اتفاق. يا ترى ماذا يشعر بما يعني نعم؟ يعني ماذا يشعر الآن محمد الشيع السوداني عندما يصرح بأنه تم استعادة المواد المسروقة والمكونات المسروقة من مصفات بيجي أمام الشعب العراقي؟ الشعب العراقي هل هو يعني حاشاه، هل هو مغفل، هل هو غبي؟ الشعب العراقي عندما ألم يسأل أين كنتم عندما كانت هذه الشاحنات بالمكونات العملاقة تخرج عبر الحدود من العراق إلى إيران؟ الآن تم الكشف عن مواطن غيور استطاع أن بأمواله أن يشتري معدات تقدر ب 100 مليون دولار. يعني هل هذا الأمر يصدقه الشعب؟ لهذه الدرجة الشعب العراقي ساذج؟ والله الشعب العراقي شعب طيب وشعب ذكي، ولكن لنقل كم قناة حرة كقناتكم تطرح هذه التساؤلات وتسلط الضوء عليها؟ القليل فقط، هذه هي المشكلة. ثم أن السؤال الأهم، صرحت الحكومة بأنه تم استعادة جزء، إذن أين الجزء الباقي؟ المواطن الذي يسمى بالمواطن الحر، إذا كان حي أو ميت، إذا كان ميت لا تجوز على الميت إلا الرحمة، ولكنه لو كان فعلا مواطن حر لما اشترى من الأساس المواد المسروقة. لا يوجد مواطن حر يشتري مصفى مسروق من بلده. أي حرية؟ أي حر هذا؟ أي نزاهة؟ أي، لا أريد أن أطعن، ولكن حينما نقول مواطن حر، المواطن الحر هو من يحرص على بلده، هو من يضحي لأجل بلده، لا أن يشتري مسروقات ثم بعد ذلك يتم إعادتها ويعتبر البطل الذي أعادها. هو أساسا عميل وخائن لكونه ساهم. لو لم يكن هناك مشتري لما تجرأ السارق على السرقة والبيع. نعم نعم أستاذ فرات. أستاذ شاهو، بعد هذا الإعلان كيف يمكن للحكومة أن تعيد تأهيل مصفات بيجي؟ يعني مثلما يرى الكثير من الخبراء وكثير من المراقبين أن هذه المصفات تم تفكيكها وتهريبها من أجل الاستفادة من أطول فترة ممكنة وتأخير موضوع إنتاج الغاز في العراق، ليظل العراق مستنزفا من قبل إيران. تقوم إيران بتصدير الغاز والمشتقات النفطية إلى العراقيين لأطول فترة ممكنة من خلال تفكيك وتهريب هذا المصفى. الآن بعد هذا الإعلان ماذا هل هو قادر، هل الحكومة قادرة أن تعيد تأهيل المصفى وتقف بوجه المصلحة الإيرانية؟ طبعا النقطة الرئيسية أن فعلا من قام بتعطيل أو سرقة هذه المعدات فعلا حقق هدفه الآني أو المستقبلي بأن يبقى العراق ضعيفا ويعتمد على الخارج، سواء في المشتقات النفطية وفي الجوانب الأخرى التي يعني تهم المواطنين. النقطة الأبرز وهي النقطة المستقبلية، كيف يمكن إعادة تشغيل المصفى؟ هل بالإمكان؟ وهذا أتوقع أنه يعني يكمل الإنجاز في حال اعتبرناه إنجازا، هذه إعادة المعدات، لأن مجرد إعادة المعدات لا يعتبر إنجازا إذا لم يتم تشغيل المصفى من جديد، إذا لم يتم العمل على تأهيله من جديد حتى يستطيع العراق أن يعتمد على نفسه ويتخلى عن الاستيراد من الخارج الذي يسبب استنزافا للموازنة العراقية، وأيضا سياسيا يجعل العراق دائما خاضعا لشروط الآخرين سواء في هذا المجال أو في المجالات الأخرى. بلا شك أن هذا التحدي، يعني أنا أتوقع أنه تحدي
ليس فقط يعني اقتصادي أو ليس فقط في مجال الطاقة، بل هو قرار استراتيجي وقرار مهم سوف يوضح ملامح أن هناك إرادة فعلا قادرة على الوقوف ضد الأطراف التي تريد أن تعطل هذه الصناعة داخل العراق سواء داخليا أو خارجيا. يعني ليس فقط الجانب الإيراني هي التي تعمل على تعطيل هذه المؤسسات والمصانع يعني الأماكن التي من الممكن أن تجعل الدولة قوية وتعتمد على نفسها. يعني أنا دائما أقول في اللقاءات أن وكلاء إيران في العراق مشكلتهم أنهم ملكيون أكثر من الملك، يعني حتى إذا تخلت إيران عن الفكرة هم يقولون لا يجب أن يستمر التعطيل لمصلحتكم. يعني طيب. هم ملك إيرانيون أكثر من إيران، هنا المشكلة. يعني في نقطة مهمة، يعني العامل الأمريكي هل برأيك له دخل بموضوع وضع حد لسرقة وتفكيك مكونات مصفات بيجي؟ يعني من ناحية إعادة المعدات المسروقة الآن ولا وقت؟ إعادة المعدات التي هي مؤخرا تم الكشف عنها، هناك الكثير من المكونات دخلت إلى إيران وهربت. تمام. يعني هذا آخر ما حصل، هل العامل الأمريكي له يد في هذا الموضوع بناء على ما يجري في المنطقة؟ طبعا المحاولات الأمريكية، ورأينا أن لقاءات السفيرة الأمريكية خاصة في يعني الفترة الأخيرة ومحاولتها لإعطاء إشارات واضحة بأن العراق يجب أن يعتمد على نفسه من ناحية الطاقة، وإضافة إلى التخلي عن الغاز الإيراني عن طريق الضغوطات التي تمارس على الحكومة العراقية. يعني مشكلة الدفع، نرى أن دائما يأتينا يعني يواجه العراق دائما مشكلة دفع الأموال للجانب الإيراني نتيجة للضغوطات الأمريكية. يعني هذه الضغوطات بلا شك أنها إشارات تدفع العراق إلى الاعتماد على ذاته، وخاصة أن الخبراء يتحدثون عن يعني 3 سنوات 4 سنوات من الممكن للعراق أن يعتمد على نفسه وأيضا يفكر في تصدير الطاقة. طبعا ليس كوعود إبراهيم الجعفري، ولكن وعود وليس الشهرستاني الذي قال أنه سيصدر الغاز للعالم، سيصدر في 2013، ولكن فعلا الخبراء يؤكدون أنه خلال 3 سنوات 4 سنوات من الممكن للعراق أن يقوم بهذا الأمر. بلا شك إذا كان هذه الجهود جهود إعادة هذه المعدات، وأيضا إذا كان هناك توجه أو محاولة لدفع العراق أيضا إلى الاهتمام بتأهيله سريعا يعني خلال مرحلة قصيرة، بلا شك أنه سوف يساهم في تحجيم النفوذ الإيراني داخل العراق بصورة يعني كبيرة، لأنه الجانب الإيراني يعتمد كثيرا على مجال الطاقة. يعني مجال الطاقة مجال استراتيجي للعراق، العراق لا يستطيع أن يتخلى عن الطاقة الإيرانية، لأنه بمجرد إغلاق مصدر الطاقة يستطيع الجانب الإيراني أن يحدث فوضى داخل الشارع العراقي. يعني هذه الورقة دائما يستطيع الجانب الإيراني أن يستخدمه في أي وقت ما دام العراق غير قادر على الاعتماد على نفسه، وبالتالي هذه الـ يعني الأماكن والمصانع أو المصافي الاستراتيجية هي في حال تأهيلها وفي حال العمل عليها برؤية وطنية استراتيجية سوف تساعد العراق كثيرا ماديا واقتصاديا وماليا وسياسيا أيضا، يعني يساهم في تحول كبير في القرار العراقي نحو تقوية الإرادة العراقية، ولكن هذا أيضا يعتمد على جدية الجانب الأمريكي. الآن يعني عندما نتحدث أستاذ شاه عذرا ننتقل لأستاذ فرات. أستاذ فرات، المواطن العراقي ما الذي يريده من الحكومات بشكل عام؟ يعني أي مواطن في أي دولة في العالم يعتبر الحكومة هي عبارة عن أشخاص تم توظيفهم لخدمة الشعب. طيب، هل وظيفة الحكومات التهريب ومن ثم ابتداع مسرحيات أننا ألقينا القبض، أننا يوجد هناك مواطن صالح أرجع لنا الأموال المسروقة، سرقة القرن، سرقات بمسميات كثيرة، ملفات فساد لا يسمح لأحد بالكشف عنها وتتبع المتسببين بها وعرضهم على المحاكم حتى الدولية، إلى أي مدى ترى أن هذه الحكومات أصبحت تلقب بامتياز أنها حكومات التهريب؟
حكومات تهريب الدولار، حكومات تهريب المصافي، حكومات تهريب كل شيء. يعني للأسف ابتلي العراق بأحزاب عبارة عن عصابات لها مقاعد برلمانية. الأحزاب في العراق ليس لها برنامج سياسي ولا برنامج خدمي ولا حتى برنامج إدارة للدولة. المواطن العراقي شأنه شأن أي مواطن في العالم، كل المواطنين يتوقعون أن تكون هناك حكومة عبارة عن أفراد يديرون مصالح هذا المواطن من خلال إدارة الدولة بمجملها، ومصالح المواطن تتمحور بتوفير الخدمات والأمان والعمل على تثبيت أركان الاقتصاد حتى ينعم الرخاء ويعيش المواطن بحالة تجعله مطمئن للمستقبل الذي يتطلع إليه هو وأطفاله من بعده. احنا في العراق لا يستطيع المواطن العراقي أن يضمن يومه. قوت اليوم بالنسبة للعراق أصبح منهوب. هذه الأحزاب سرقت ميزانيات سنوات بأكملها واحتالت على المواطن العراقي بقصص لا يصدقها حتى الأطفال. الحنطة أكلتها الطيور، الأموال أغرقتها مياه الأمطار، سرقة القرن تم إعادة مبلغ بصورة إعلانية إعلامية دعائية، تكديس جزء لا يتعدى يمكن 5% أو أقل من المبلغ أمام الكاميرات والادعاء بأن تم استعادة الأموال. بنفس الطريقة. تم استعادة جزء، يعلنون بأنه جزء رغم أنهم أعلنوا أنه جزء. طيب يعني تم سرقة، يعني مثلا تم سرقة 4 مليارات دولار والحمد لله ألقينا القبض على من قام، ولكن حصلنا على مبلغ 1,000,000 دولار، وهكذا يستنزف الشعب. ويطلق سراح المتهم، يعني بالنهاية يطلق سراح المتهم، وثم وصلنا إلى مرحلة أسوأ وهي عدم وجود متهم، وهي استعدنا بتطبيق لوصية متوفي. يعني هذه الأفلام التي تقوم بها الحكومة العراقية فقط. أنا أقول بأنها قد تلقت توجيهات ونصائح إعلانية من جهة ما، ربما تكون الجهة الإيرانية أو الجهة الأمريكية أيا كانت، لأن حينما نتابع الأحداث الأخيرة في السنة الأخيرة للحكومة العراقية نجد أن كل إنجازاتها إنجازات إعلانية فقط. شخص يعلن عن حالة، يحاول أن يوهم، يحاول أن يعطي صورة لمن لا يعرف الحقيقة في الداخل. ممكن أن تخدع هذه الصورة بعض الدول، بعض الأشخاص البعيدين. يعني هنا في السويد حيث أعيش مرغما بعيدا عن وطني، تم إقالة وزيرة لكونها استخدمت بطاقة بنكية حكومية لتعبئة سيارتها بالوقود بمبلغ يقل عن 100 يورو. 100 يورو أو أقل تسببت بإقالة وزيرة وطردها من الحزب الذي تنتمي إليه. فتخيل ماذا يحصل في العراق لو طبقنا هذه القوانين بشكل حقيقي وسليم. أين الادعاء العام؟ أين القضاء؟ أين مجلس القضاء الأعلى من هذه القضية؟ لا يوجد أي حركة أو مطالبة سواء من الادعاء العام أو حتى من من يسمونه معارضة. لا يوجد معارضة في العراق اليوم. لو كان هناك معارضة برلمانية على الأقل، لو كان هناك فعلا برلمانيين مستقلين لهم صوت، هؤلاء يمكنهم أن يرفعوا صوت الشعب الذي يمثلونه ويطالبون الحكومة بتوضيح كامل، بتشكيل لجنة، بتسمية الأشياء بمسمياتها والأشخاص بأسمائهم. كل هذا لا يمكن أن يحصل في العراق، لأن من يحكم العراق هو نفسه السارق، نفسه اللص، ولا يمكن وعلى النقيض أن يحترق من سيوقع نفسه. على النقيض تماما. أستاذ فرات اسمح لي، طبعا السويد وغيرها من الدول الأوروبية تستقطب النماذج من العراق، تستقطب العقول، تستقطب أدوات التنظيم، لأن العراقي يمتاز بقدرته العالية على الاندماج وعلى التوجيه وعلى القيادة، وبالتالي فإن العراقي يعتبر نوعية جيدة جدا من البشر. ولكن في العراق لماذا لا يسمح لهذه العقول بالتنظيم وإعادة النهضة من جديد والتطوير؟ سؤال مهم.
سنطرحه للأستاذ شاهو بعد فاصل قصير نتابع فيه هذا التقرير. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة التي نسلط فيها الضوء على المسرحية الهزلية بتفكيك وتهريب ونقل مصفات بيجي، ثم يخرج رئيس الحكومة في العراق ليقول أننا استعدنا مكونات المصفى من جديد. عن هذه الدراما نسأل سؤال أستاذ شاهو. في العراق لا يخلو من عقوله العظيمة الجبارة التي يشهد لها التاريخ أنها أعادت العراق بعد تحطيمه تحطيما كاملا في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، التاريخ الذي يتحدث وليست الأنظمة وغيرها. ولكن هل هناك قوى دولية لا تريد للعراق أن ينهض؟ يعني دائما ما نتحدث أن إيران يعني يتم تهريب الدولار إليها، إيران يتم تهريب المصافي إليها، إيران وإيران وإيران وإيران. أليس الاحتلال الأمريكي هو من سلم العراق لإيران؟ أليس الاحتلال الأمريكي هو من سمح، أو لا ليس بسمح وإنما هو من قام بتشكيل الميليشيات في العراق؟ أليس الاحتلال الأمريكي أو الإدارة الأمريكية من جعلت العراق لعشرين سنة دولة ببطن دولة؟ يعني هذه الإرادة الدولية هل هي تقف بشكل مباشر أو غير مباشر بتحطيم العراق واستنزافه؟ طبعا دكتور، إذا نظرنا إلى الدنيا أو إلى العالم يعني نرى الكثير من النماذج التي تؤكد أن المواطن العراقي عندما يهجر يبدع وينجز ولديه مكتسبات وإنجازات، ومن زها حديد إلى آخر القائمة، وإلى الآن هناك يوميا عراقي في دولة الفلانية أنجز كذا، عراقي في دولة كذا، موارد بشرية جيدة وممتازة تماما يستقطبها العالم، يستقطبها العالم ودائما يعني يضعون بصمتهم للدول التي تبنتهم، وأيضا للإنسانية. يعني نشاطات وإنجازات لا تقتصر على الدول التي تبنت هذه الأفكار والعقول، بل للإنسانية، يعني تخدم البشرية في المجال الطبي، في المجال التقني، وفي المجال التكنولوجي. هاي جينات وراثية عن حضارة بلاد ودرافدين تماما. لماذا يحدث العكس في العراق؟ يعني أنت عندما تتابع فقط خبر بسيط عن اعتقال الآلاف، يعني 12,000 15,000 مروج وتاجر للمخدرات، يعني هذا الخبر يعني يشكل كارثة، وخاصة أن أغلب من يتم يعني إلقاء القبض عليهم بهذه التهمة هم من الشباب، ولا نتحدث عن المتعاطي، هذا التاجر والمروج. تتابع هذا المشهد الداخلي والخارجي، يعني الطاقة عندما تكون في الداخل يتم تدميره وسحقه بهذه الطريقة، وعندما فقط يخرج يجد البيئة المناسبة ليتطور وينمو ويبدع ويقدم الكثير من الإنجازات، تدرك أن هناك فعلا يعني توجه لتدمير هذا الجيل وليس لبنائه، سواء بطريقة متعمدة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. الفواعل التي تستفيد من هذا الجو، طبعا الكثير من الجهات تستفيد من هذا الجو، عندما تغلق جميع الأبواب أمام هذا الشاب لا يبقى عنده إلا المخدرات أو الانتماء إلى جماعة مسلحة. أين الخيار الثالث؟ هل يصنع مصنع
تم تفكيك أكثر من 6000 مصنع إلى الآن وإغلاقه حتى يبقى البلد يستورد كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ من الخارج، لا يستطيع أن يبدع أو أن يؤسس أو أن ينشئ، ليست المواد والسلع بل حتى لا يستطيع أن ينشئ الأفكار لإدارة الدولة. يعني وصل الحال إلى حتى تنشئة الأفكار أصبح معدما، لأن أصبح تسويق الجهل، ونراه دائما في مواقع التواصل الاجتماعي، تسويق الجهل، تسويق الفساد، تسويق التخلف وتدمير هذا الجيل بهذه المواد، أصبح يعني منهجا يسير عليه الكثير من الأطراف، والكثير من الأطراف التي لديها المال وتستفيد وتستغل من بقاء المجتمع جاهلا. فطبعا هناك فاعل داخلي يعمل على هذا الأمر، إضافة إلى الإقليمي والدولي. يعني عندما ننظر إلى تحركات بلاسخارت، عندما يعني فجأة تظهر في إيران ثم تعود إلى العراق وتلتقي بالسفير الإيراني في العراق، ثم بعد أسبوع تلتقي بالسفير الإيراني مجددا وتدعو لوقف أو الجلسة يتمحور حول الجماعات المعارضة الإيرانية داخل العراق، أين مصلحة العراق والعراقيين من هذه التحركات؟ أنت يعني من قبل الأمم المتحدة جئت إلى هنا حتى على أساس أن توصلي صوت العراقيين إلى الخارج، أين صوت العراقيين؟ وفجأة تعطي تصريح داعم للجندرة وللمصطلحات التي أصبحت، يعني كان هناك توجه شعبي بأن هذه المصطلحات أصبحت يعني مرفوضة لدى المجتمع، فجأة تخرج وتدعم هذه الشريحة وتدعم هذه الأفكار. ما هو مصلحة العراق والعراقيين من دعم هذه التوجهات التي هي لا تتوافق أصلاً مع قيم المجتمع؟ هذا الأمر طبعاً يدفعنا للتساؤل أيضاً. اسمح لي أستاذ شاهو أنتقل بالسؤال للأستاذ فرات. أستاذ فرات، عندما يكون العراق مستنزفاً، يا ترى خلال المرحلة المقبلة نحن نشهد تحديات جمة، هناك انهيار اقتصادي في العراق، هناك زيادة في عدد السكان، هناك يعني كثير من التململ داخل الشعب من انتهاج الحكومة منهجا فقط يفيد الأحزاب والنواب والسياسيين، ويستخدمون الشعب للعبور والصعود فوق أكتافه، يستنزفون ثروات العراق. حكومات على مدى أكثر من 20 عام لم نسمع بأحد من الفاسدين قد تم تسليمه للمحاكمة، لم يحاكم أحد، بل أن النواب يخرجون على شاشات التلفاز يفتخرون بأنهم قسموا الكعكة، نحن كلنا أكلنا وكلنا قسمنا الكعكة جهارا نهارا هكذا، والمواطن العراقي يتفرج عليهم والعالم يتفرج عليهم. هذا الأمر تواصل استنزاف ثروات العراقيين سواء بالنفط أو بالموارد البشرية التي تهرب إلى الخارج جزعا مما يرونه في الداخل العراقي من ممارسات حكومية، من فساد، من سرقة، من ظلم، من حيف. كيف تنظر إلى واقع المجتمع المستقبلي، جيل الشباب، كيف تنظر إلى يعني وضع المواطن العراقي عندما يرى بأم عينيه مصفات عملاقة مثل مصفى بيجي يتم سرقتها وهو مجرد متفرج؟ نعم، مثل ما تفضلت حضرتك ركزت على قضية الشباب، وأعرج على ما تفضل به الأستاذ شاهو القرداغي عن الطاقة الشبابية في العراق. وفق آخر إحصائية 60% من الشعب العراقي هم فئة الشباب، ولكن الشباب للأسف ضائع ومغيب، سواء مغيب في السجون أو مغيب في حياته العامة، غير قادرة الدولة على إدارة هذه الثروة. مثلا ارتفاع عدد السكان في العراق ليس مشكلة في بلد يمتلك الإمكانيات في العراق، لو كان هناك إدارة حقيقية وسليمة وصحيحة مع الثروة البشرية والثروة النفطية والمعادن الأخرى، يمكن أن يكون للعراق نهضة سريعة أسرع مما يتوقعه الكثيرين. حينما نوجه هذه الطاقة البشرية
الكبيرة التي نمتلكها وهي الطاقة الشبابية القادرة على العمل والإنتاج، نوفر لها الإمكانات المادية التي تمنحنا إياها الثروات الموجودة في العراق، يصبح لدينا بلد من أهم البلدان في العالم. ولكن المقصود من كل ما يحصل مثل ما هدم الصناعة وهدم المصافي وتبديد الثروات، يجب أن يكون هناك هدم وتبديد للفكر البشري العراقي، حتى يصبح الإنسان العراقي ضائع، وأمل الهجرة هو الأمل الذي يطمح إليه كل شاب. للأسف يعني احنا وصلنا إلى مرحلة بدل أن يفكر المواطن العراقي بماذا سيفعل في بلده، أول خطوة يطمح إليها هي مغادرة هذا البلد وتركه بعد أن استحوذ عليه هؤلاء اللصوص الفاسدين. بالنسبة للحكومة وبرلمانها ونوابها وتصريحاتهم، هم كما قلت وأكرر دائما، هم عبارة عن عصابات وليسوا أحزاب، لكنهم للأسف يحصلون على تلميع لصورتهم. هذا التلميع يأتي من خلال المجتمع الدولي. المجتمع الدولي غير صادق في ادعائه بأنه يسعى لنهضة العراق ولإصلاح الأوضاع في العراق، لأن من هدم الدار لا يمكن أن يهتم برفع ألقابها. هم من جاءوا بهؤلاء وهم من يسيرونهم. لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدولي ككل وضع حد لما يحصل في العراق، لاستطاعوا أن يضعوا له حدا في وقت قصير جدا. ولكن ما يحصل في العراق كله أمر ممنهج وخطة يجب أن تستمر، وللأسف للأسف لا أرى لها نهاية قريبة، أو على الأقل في المستقبل المنظور، لأن هذه الأوضاع السيئة في العراق نتج عنها مصالح لدول لا ترغب تلك الدول بخسارة هذه المصالح في الوقت الحالي. نعم أستاذ فرات. أستاذ شاهو، برأيك هل سيمنح الشارع العراقي حكومة محمد الشيعي السوداني مزيدا من الفرص بعد أن أضاعت جميع فرص النهضة، وربما ليست أضاعت وإنما الحكومات هي من طبقت مشروعا أريد لها تطبيقه في العراق بحسب ما يرى الكثير من المراقبين، بمنع النهوض بالقطاع الخاص، منع النهوض بواقع الشاب العراقي، تفشي المخدرات، هذه الحدود التي أصبحت مرتعا لكل من هب ودب. هناك من ينقل مصفاة بأكملها أمام أنظار الحكومة والحكومة تغض الطرف، وهناك من يدخل المخدرات إلى المجتمع العراقي والحكومة تغض الطرف، ولكن نسمع من هنا وهناك انتصارات بين فترة وأخرى لفارس الفرسان رئيس الحكومة أيا من كان اسمه بحادثة أو كارثة إن صح التعبير. هذا الأمر هل سيؤدي إلى اندلاع شرارة شبابية على غرار ثورة تشرين؟ طبعا الآن يعني المواطن، بالنسبة إلى المواطن الذي يهتم بتحسين وتحسن حتى لو محدود في حياته، يهمه أي خطوة إصلاحية قد يساهم في التخفيف عن الأزمات التي هو يعيشه، أو التحسين البناء التحتية، أو تحسين قطاع التعليم، الكهرباء، إلى آخره. أي خطوة حتى لو كانت محدودة التأثير يهم المواطن وأصلاً يشيد به فوراً، لأنه ينتظر يعني خلال السنوات الماضية دائماً كوارث ودائماً أزمات ودائماً كان الضغط بدأ يزداد، وكثير من الضغط الآن على المواطن العراقي تماما، يعني دائما كان عندما كان يفكر في أزمة يخرج له أزمة أخرى، يعني يفكر تصور في الفساد يخرج له الإرهاب. لو نأخذها من الناحية الاقتصادية فقط ولا نتحدث عن النواحي الأخرى، مصف بيجي ماذا يمثل بالنسبة للمئات من المئات الآلاف ربما من العوائل، من العقول، من العاملين داخل هذا المصفى؟ تماما، هو إدارة طريقة إدارة هذه الدولة هو الذي يحدد مسار الدولة، سواء يذهب إلى
الانهيار أو إلى الهاوية كما نقول دائما، أو سواء الطرف الآخر إلى الازدهار والتنمية، والذي يعتمد على اتخاذ قرارات جريئة وطنية حيادية لا تتأثر بالخارج ولا السلاح الموجود في الداخل. يعني كما قلت، إذا كان إعادة المعدات بهذه الطريقة، التعويل الرئيسي على إعادة تشغيل المصفى من جديد ووجود إرادة حقيقية تؤكد للمواطن، وإلا ستكون عبارة عن خردة لا يستفيد تماما منها المواطن. لا أحد يستفيد منها، بالعكس يمكن بيعها قد يكون أفضل، يعني إذا لم يتم تشغيلها وتأهيلها مجددا سيبقى مجرد خردة ولا أحد يستفيد منها. والعبرة بذلك والنية الجدية الحقيقية ويعني استجابة المواطن لهذه الخطوة يتضح عندما يرى خطوات ملموسة لهذا الأمر ويؤثر على يعني على حاجة العراق من المشتقات النفطية. يعني حسب الإعلان الرسمي كان أن إعادة تشغيله سوف يجعل العراق مكتفيا ذاتيا ويتخلى عن الاستيراد من الخارج، وهذا هو المطلوب وهذا ما يحلم به المواطن وينتظره، سواء تم تحقيق الأمر من خلال يعني خلال شهر شهرين ثلاثة أشهر، المهم يكون هناك عمل لتحقيق هذا الأمر ولا يكون هناك تسويف وتأجيل. يعني المشكلة المواطن مل من يعني القضية التسويف والتأجيل المستمر والوعود فقط، وهذه الأسطوانة المشروخة التي دائما يتم تكرارها وهو يسمعها دائما ولم يعد لديه حتى الطاقة والقدرة على هذه الوعود، وبالتالي هو ينتظر الأفعال، هو ينتظر الأفعال على أرض الواقع حتى يستطيع أن يحكم وينتظر ويقرر هل يعطي فرص أخرى أو يقول هذه هي الفرصة الأخيرة. تتوقع أستاذ فرات أن يكون هناك أيضا من ضمن هذا المنهج الجديد الذي تابعناه، أو ربما إن صح تسميتها بالمسرحية، هل يمكن أن نشهد محاسبة للمسؤولين عن تفكيك المصفاة وتهريبها كنوع من إضفاء نوع من المصداقية، يعني بالإضافة إلى موضوع المواطن الغيور؟ لا أبدا، هذا الأمر يحتاج لقضاء نزيه، ونحن لا نمتلك لا قضاء ولا نزاع في ما موجود بما يسمونه القضاء. القضاء النزيه ما كان ليطلق سراح المتهم بجريمة القتل. القضاء النزيه ما كان ليعيد محاكمة متهم بقتل هشام الهاشمي وباعترافه. القضاء النزيه ما كان ليصمت دون أن يرفع قضايا ضد برلمانيين يظهرون على شاشات الإعلام ويتكلمون عن فساد بعضهم البعض. القضاء النزيه كان ليستدعي كل برلماني يتكلم ويقول أنا أمتلك وثائق تدين فلان. القضاء النزيه يكون دوره تعال، طالما لديك وثائق يجب مرغما عليك أن تسلم هذه الوثائق للقضاء الذي على العام يجب أن يحصل على تلك الوثائق. الاعتراف بامتلاك وثائق وعدم عرضها على الادعاء العام قانونا يعتبر اشتراك في الجريمة، لأن المتستر على مجرم هو شريك للمجرم في جريمته، ومن يمتلك الوثائق يعناها يمتلك الأدلة، وطمس الأدلة أو إخفائها أو عدم تسليمها للقضاء هو جريمة. القضاء النزيه كان ليقوم بكل هذه الأفعال التي لم نسمع شيء عنها. الحكومة العراقية تعمل بمبدأ أنا هنا وأنت تصمت، أنا أتكلم وأنت تصم أذنيك، هذا ما يفعله القضاء أمام السياسيين، وبالعكس أحيانا يشرعن لهم تلك الجرائم ويبحث عن مخارج قانونية لهم منها. وبالتالي ازدهرت صناعة السجون والمعتقلات في العراق، وانتهت واندثرت المعامل والمصانع، بل وتم تفكيك المصافي وتهريبها إلى إيران. شكرا جزيلا أستاذ فرات خورشيد، الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، كنت عبر سكايب ضيفي من السويد. شكرا جزيلا. نشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو أستاذ شاهو القرداغي، الباحث في مركز رامان للبحوث والاستشارة. شكرا لك دكتور. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وفي أمان الله.